بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. لما كان الأذان للإعلام بدخول الوقت، وقد يكون بعض الناس بعيدين عن المسجد احتاج إلى رفع الصوت حتى يبلغ الناس. أما لو أذن بصوت منخفض فإن هذا لا يحصل به المقصود. والآن والحمد لله وجد مكبرات الصوت التي تساعد على نشر الأذان، فيسمع من صوت، يسمع من مكان بعيد، وهذا من الإعانة على طاعة الله عز وجل. نعم. باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، وهذا أيضا فيه فائدة ثانية من رفع الصوت بالأذان، كما أنه يبلغ الناس كذلك فيه زيادة أجر للمؤذن، لأن كل من سمع صوته من حجر أو غيره فإنه يشهد له يوم القيامة. إذن فرفع الصوت بالأذان له فائدتان: الأولى تبليغ الناس، والثانية زيادة أجر المؤذن بما يشهد له من مدى صوته من الحجر والشجر وغير ذلك. نعم. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. نعم، وهذا فيه فوائد: أولا أنه يشرع الأذان حتى ولو كان الإنسان وحده في صحراء في بر فيؤذن، وفيه رفع الصوت بالأذان كما سبق لأجل أن تشهد له البقاع التي يبلغها صوته وما فيها من الشجر والحجر وغير ذلك. نعم. باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. نعم. هذه سنن من سنن الأذان. الأولى أنه يرجع يضع أصبعيه
السبابتين أو غيرهما في صماخي أذنيه، خرقي أذنيه وقت الأذان، لأن ذلك والله أعلم أرفع لصوته، ساعده على رفع الصوت. وكذلك يستحب له أن يلتفت في الحيعلتين، هي على الصلاة هي على الفلاح، يمينا وشمالا، إذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا، قال حي على الفلاح يلتفت شمالا. هذا من سنن الأذان، وسواء كان يؤذن في مكبر صوت أو غيره، فهذه سنن باقية يأتي بها المؤذن. وأنه لا يستدير، يعني بجسمه، لا يستدير بجسمه، بل يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة في أذانه، وإنما يلتفت برأسه. وليس معنى أنه يلتفت أنه يلتفت بجسمه، وإنما معناه أنه يلتفت برقبته يمينا، رقبته ورأسه يمينا وشمالا. نعم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، في رواية: تمر من ورائها المرأة والحمار، ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، متفق عليه. ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح، والأبطح هو أعلى مكة، هو أعلى مكة عند المعلات، عند مقبرة المعلات، ويمتد إلى الشرق هذا الأبطح. وكان هذا في حجة الوداع، والله أعلم. بهذا دليل على أن المسافر إذا نزل بمكان من مكة أو في بيت أو في عمارة أو في أي مكان، أنه لا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل الناس اليوم، يحصل الضيق والزحمة الخطر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأجر
ما كان يتردد على المسجد الحرام ويصلي فيه كل وقت، مع أنه في الأبطح قريب منه، لأنه لو ذهب إلى المسجد الحرام شق ذلك على أمته وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في منزله. فيا ليت الناس يفقهون هذا ويعملون به. الرسول ما دخل المسجد الحرام إلا لأداء العمرة وأداء الطواف والسعي، وصلى بها الفجر، صلى بالناس عندما طاف للوداع ليسافر عليه الصلاة والسلام. فلا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، فيضايق الناس ويحصل الزحام ويشق على نفسه أيضا. فيا ليت الناس يفقهون هذه السنة. والحمد لله الحرم كله سواء، ما كان داخل الأميال حدود الحرام كله سواء في الأجر، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه، ليس هذا خاصا بما عند الكعبة، بل هو عام في كل أرجاء الحرم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المسجد الحرام، مع أنه أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فدل على أن الحرم كله مسجد، كله تضاعف فيه الصلاة، مساجد مكة كلها سواء الحمد لله. أو لو أنك خارج البنيان تصلي في فضاء داخل الحرم فأنت في الحرم ولك هذا الأجر العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من أدم، يعني من جلد، قبة حمراء من أدم يعني من جلد، ليستظل بها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حضرت الصلاة أخرج وضوءه صلى الله عليه وسلم، الماء الذي يتوضأ به أخرج وضوءه بفتح الواو وهو الماء، أما الوضوء بضم الواو فهو الفعل، الوضوء هو الفعل، توضأ مصدر، وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، مثل الوقود يعني الحطب، والوقود بالضم هو الالتهاب والاشتعال، وقودها الناس والحجارة، وقودها يعني حطبه والعياذ بالله. فأخرج له الوضوء، وهذا فيه خدمة أهل الفضل، أخرجه له بلال رضي الله عنه، ففيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم. فلما أخرج وضوءه صلى الله عليه وسلم التف الناس عليه يريدون التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما تكرر، أن التبرك بالشخص خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بمن فصل من جسده من وضوء وشعر وظهر وعرق وثوب وغير ذلك، كل من فصل من جسمه فهو مبارك عليه الصلاة والسلام، تبرك به. وهذه مسألة في العقيدة مهمة جدا، فجعل الناس ما بين ناضح ونائل، منهم من يأخذ من الماء، من الماء المتساقط من الرسول والباقي بعده في الإناء، ومنهم نائل، النائل من يأخذ من أخيه، من يأخذ من بلل أخيه، كل هذا يدل على حرصهم على التبرك
بما انفصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. فعليه حلة حمراء، حلة ما كان من إزار ورداء، ما كان من إزار ورداء هذا يسمى حلة، كان عليه حلة حمراء. كيف كانت حمراء مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر، لبس الأحمر؟ الجواب أنها حمراء يعني فيها حمرة، ولا غير خالصة، فيها حمرة، فيها خطوط بيض، خطوط حمر. فإذا كان الشيء فيه حمرة وهو غير خالص فلا مانع، إنما النهي عن الحمرة الخالصة للرجل، حمرة الخالصة للرجل لا أنهي عنها، أما الحمرة غير الخالصة فلا مانع. وهذا ما كان من حلة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها لم تكن خالصة وإنما فيها حمرة وفيها لون آخر، حلة حمراء. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أن على عدم الإسبال، دليل على عدم الإسبال في اللباس، لأن الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهذا إسبال محرم بالنسبة للرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فاللباس الرجل إلى الكعبين فما فوق إلى نصف الساق، هذه المنطقة من الكعبين إلى نصف الساق، ويتبع الإنسان ما عليه مجتمعه ما لم يخالف السنة، ما دام أنهم يلبسون إلى الكعبين يلبس إلى الكعبين، لا تخالفهم فتصبح شهرة، وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق يلبس إلى نصف الساق، مهم لا تخالف المسلمين الذين تعيش بينهم وهم لم يخالفوا السنة، فكل ما كان فوق الكعبين إلى نصف الساق فهو السنة. وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس. قال: فنصبت له عنزة، وهي العنزة هي العصا القصير المحدد، محدد الرأس، تغرز له ليصلي إليها سترة، فهذا فيه استحباب اتخاذ السترة في الصلاة، ولو كانت عصا أو حجر أو شجرة أو أي شيء مرتفع، السترة في الصلاة سنة مؤكدة. فإذا اتخذ سترة فلا يمنع المار من ورائها، ولهذا كان الكلب يمر والحمار يمر والمرأة تمر من ورائها، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مرور المارة من خلف السترة لا يضر. وإذا كانوا يصلون جماعة فالسترة للإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه، تكون السترة للإمام، أما إذا صلى وحده فيتخذ سترة أو يصلي إلى سترة ولا يضره ما يمر من ورائها، ولا يجوز المرور بينه وبين سترته. نعم. قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. هذا محل الشاعر، لأن الباب هو باب الأذان. نعم.
جعلت وتتبع فينظر إلى بلال وهو يؤذن ماذا يفعل، يلتفت في الشمال إلى اليمين وإلى الشمال في الحيعلتين وأصبعاه في أذنيه. نعم. جعلت وتتبع فهو ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر. وهذه مسألة أن المسافر يقصر الصلاة ولو كان مقيما، إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح 4 أيام قبل الحج وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما أنه يقصر الصلاة في الطريق ذهابا وإيابا من خروجه من المدينة إلى أن يرجع إليها. نعم. فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية يعني من وراء السترة ومن وراء العنزة. نعم. وفي رواية تمر من ورائها المرأة والحمار، ثم مع أنه ممنوع من المرور بين يدي المصلي، ولا سيما هذه الثلاث المرأة والحمار والكلب هذه أشد. نعم. ثم صلى العصر ثم نعم. لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، متفق عليه. هذا دليل على أن المسافر أنه يداوم القصر في الصلاة الرباعية من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، ولو أقام أثناء السفر إقامة لا تزيد على 4 أيام فإنه يقصر الصلاة أيضا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقصرها في الأبطح وكان يقصرها في منى أيام التشريق، لكن بدون جمع، كل صلاة في وقتها. أما الذي يسير في الطريق فيقصر ويجمع. نعم. ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. نعم. هذا يوضح أن المراد بالالتفات في الحيعلتين أنه بالرقبة والرأس فقط وليس بالجسم ولا يستدير. نعم. وفي رواية رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. وهذا سبق أنه يستحب أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه، يعني رؤوس الأصابع في الأذنين، هذا السنة من سنن الأذان، سواء كان يؤذن في مكبر صوت أو بدون ذلك. نعم. وأصبعاه في أذنيه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. نعم. هذا تقدم. نعم. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. متى يكون الأذان؟ يكون الأذان إذا دخل الوقت ولا يتقدم لئلا يغر الناس، لأنه إعلام بدخول الوقت، فلا يجوز أن يتقدم الأذان على الوقت، يجب على المؤذن أن يتقيد بذلك لأنه مؤتمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤتمن والناس يعملون بأذانه، ما يصلون ربما يفطرون في رمضان إذا كان أذان المغرب، فيتقيد بالوقت ولا يؤذن قبله إلا في أذان الفجر، فيجوز أن يقدم على الصبح لأن الناس بحاجة إلى من يوقظهم يستعدوا لصلاة الفجر، ولأجل أن المصلي في الليل أيضا يعلم بذلك فيختم
صلاته، يختم صلاته بالليل ويتهيأ لصلاة الفجر فيؤذن قبل الفجر لأجل ذلك كما يأتي. أما بقية الصلوات فلا يؤذن قبل وقتها. نعم. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. الفجر خاصة. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم نعم. كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان بلال يؤذن يعني للظهر إذا زالت الشمس، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك هو الزوال، إذا زالت عن الرؤوس إلى الغرب وبدا ظل من ناحية الشرق دخل وقت الظهر، دلكت الشمس، زاغت الشمس، زالت، المعنى واحد. كان بلال يؤذن إذا زاغت الشمس، يعني زالت عن الرؤوس، عن نهاذات الرؤوس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر فيؤذن عند ذلك. نعم. كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. وهذا دليل على أن الإقامة من شأن الإمام، وأما الأذان فهو من شأن المؤذن، من شأن المؤذن. ولهذا قالوا الإمام أملك بالإقامة، ليست الإقامة من شأن المؤذن وإنما هي من شأن الإمام، فإذا جاء الإمام أقام المؤذن، لأن الإقامة إعلام بحضور الصلاة، أما الأذان فهو إعلام بدخول الوقت. نعم. ثم لا يقيم، كان بلال لا يقيم حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته للصلاة. نعم. ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. نعم. هذا دليل على أن الإقامة تختص بالإمام، ولا يجوز للإمام للمؤذن أن يقيم حتى يأمره الإمام. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. يقول المؤلف رحمه الله المجد بن تيمية، يقول في هذا الحديث: دليل على أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالفريضة ولا يأتي بتحية المسجد، دل على أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلى الترمذي. وهذا كما سبق فيه دليل على أن أذان الفجر يقدم على الوقت، على طلوع الفجر، وبين صلى الله عليه وسلم الفائدة من ذلك، أنه يوقظ النائم ويرجع التالي، يعني الذي يقرأ القرآن وتهجد ينتهي من صلاته ومن قراءته، استعد لصلاة الفجر
هذا الذي شرع من أجله الأذان في الفجر قبل طلوع الفجر. نعم. يعني يؤذن بليل يعني متقدم على الفجر. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. نعم. هذا كما سبق أن أذان المؤذن للفجر إذا كان متقدما فلا يمنع المتسحر من سحوره لأنه لم يطلع الفجر. والله جل وعلا وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر امتنع الأكل والسحور ولزم الإمساك. لكن الفجر قسمان أو الفجر فجران كما في الحديث، فجر صدوق وفجر كاذب، أو فجر متقدم وفجر متأخر. كيف يعرف هذا من هذا؟ الفجر المتقدم يكون مستطيلاً في الأفق، عمود في الأفق مستطيل، أما الفجر الثاني فهو معترض في الأفق، معترض في الأفق يميناً وشمالاً. هذا هو الفجر الثاني الذي يجب الإمساك من الأكل والشرب عنده للصائم، وأما الأول فإنه لا يمنع من الأكل والشرب. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم. هذا كما سبق أن الفجر يؤذن له قبل طلوع الفجر قبل دخول الوقت لأجل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستيقظ النائم ومن أجل أن يرجع التالي ويستعد لصلاة الفجر. وفيه مسألة أخرى وهو اتخاذ مؤذنين، فدل على جواز تعدد المؤذنين، يجوز تعدد المؤذنين إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، يجوز تعدد المؤذنين في مسجد واحد. وفيه مسألة ثالثة وهي أن الأذان الأول لا يحرم الأكل والشرب، وأما الأذان الثاني فهو يحرم الأكل والشرب. الأول هو ما كان يفعله بلال رضي الله عنه، والثاني ما كان يفعله ابن أم مكتوم. فهذان مؤذنان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر حرم الأكل والشرب بالنسبة للصائم، وإذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا مانع من الأكل والشرب. نعم. ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لأنهما كان يؤذنان على ظهر بيت لأجل إبلاغ الناس، على ظهر بيت على شيء مرتفع، فيؤذن بلال مبكرا ثم إذا نزل صعد عبد الله بن أم مكتوم للأذان، يعني ما بينهما وقت طويل، ليس بين الأذانين وقت طويل.
لأن بعض الناس يؤذن نصف الليل، بعضهم يؤذن مبكر ما هو قريب الفجر، لكن يقولون النبي علشان الناس يتهجدون. التهجد ليس له أذان، التهجد ليس له أذان، إنما الأذان الأول لأجل التهيئة لصلاة الفجر، أما قيام الليل فلا يحتاج إلى أذان. نعم. وإن كان بعض الفقهاء يقول بعد نصف الليل، الأذان الأول يكون بعد نصف الليل، هذا لا دليل عليه. نعم. باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. ما يقول السامع للمؤذن وما يقوله بعد الأذان وما يقوله عند الإقامة. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. قولوا مثل ما يقول المؤذن، تكبير الشهادتين، وأما الحيعلتان فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، ولكن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي ورد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. نعم. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، أن الحديث الذي قبله قال: قولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا الحديث بين ماذا نقول. أن نقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين، وأما الحيعلتان فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وما المناسبة قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن المؤذن يدعوك إلى حضور الصلاة، حي على الصلاة، ويدعوك إلى الفلاح، وأنت لا تستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل، لا تستطيع الإجابة والحضور إلا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه، فهذا فيه البراءة من الحول والقوة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بالإعانة لك، تحصل على هذا الفضل وتحضر. فلولا أن الله أعانك ووفقك لما حضرت ولما حصلت على الفلاح. هذا هو المناسبة والله أعلم. فلا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا بإعانته، ولا قوة، لا قوة لك تستطيع بها إلا بالله عز وجل بتوفيق الله. فهذا فيه التفويض إلى الله والاستعانة به والبراءة من الحول والقوة. نعم. قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا تابع المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن خالصا من قلبه، يعني ما يقول هذا مجرد تقليد أو ترديد
أو والعياذ بالله رياء وسمعة، فهذا لا ينفعه متابعة المؤذن. ما إذا كان مخلصا لله عز وجل في ذلك دخل الجنة، أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. نعم. وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، رواه أبو داود. وهذا في دليل على أن سامع الإقامة يقول مثل ما يقول المقيم في كل لفظة ما عدا قد قامت الصلاة، ما عدا قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها، كما في حديث عمر. ولكن يقولون الحديث ضعيف، وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في كل ألفاظ الإقامة، إلا إذا ثبت هذا الحديث أقامها الله وأدامها. نعم. وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. يقول المؤلف رحمه الله المجد فيه دليل، يعني في هذا الحديث دليل فقهي على أن الإمام يبادر بالتكبير بعد الإقامة، يبادر بالتكبير بالصلاة بعد الإقامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. وهذا فيه دليل على ما يقال بعد متابعة المؤذن، بعد ما يتابع السامع المؤذن وينتهي فإنه يقول اللهم صلِّ وسلِّم على محمد، صلِّ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة اللي هي الأذان، الصلاة القائمة أي التي ستقام، هذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، توسل إلى الله بربوبيته، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، أعطه الوسيلة، والوسيلة هي ما يقرب إلى الله جل وعلا، والمراد بها هنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة، قصر في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح من عباد الله، فأنت تسألها للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لك عند الله عز وجل، فالفائدة راجعة إليك، الفائدة راجعة إليك، تحصل على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فمتابعة المؤذن تسبب دخول الجنة كما سبق، وهذا الدعاء يسبب لك حصول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحصل على هاتين الفائدتين العظيمتين، دخول الجنة وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه، التساهل فيه ونسيانه. نعم. يعني عمل سهل
وأجر عظيم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلوا علي. هذه إضافة مع الحديث السابق أنك قبل الدعاء بالوسيلة بعد الأذان، بعد الفراغ من الأذان مباشرة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله به صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم. إذن المشروع لك حال الأذان وبعده ثلاثة أشياء. الشيء الأول متابعة المؤذن، الشيء الثاني الصلاة على الرسول بعد الفراغ، الشيء الثالث أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة وهي منزلة في الجنة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، بين الأذان والإقامة. إذا جاء الإنسان إلى المسجد مبكرا وأدى تحية المسجد جلس ينتظر الصلاة فإنه لا يسكت بل يدعو الله، يشتغل بالدعاء والذكر أو بتلاوة القرآن ولا يجلس ويسكت. هو جلوسه فيه أجر، جلوسه وانتظاره فيه أجر وهو في صلاة، لكن يضيف إلى هذا أنه يشغل الوقت بذكر الله عز وجل بالدعاء. ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا، المجال مفتوح لك، تدعو الله بكل ما يحضرك ويهمك تحتاج إليه لك ولوالديك وللمسلمين، المجال مفتوح. وهذا من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، ما بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. نعم. باب من أذن فهو يقيم. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض الشباب من المؤذنين لا يجعلون أصابعهم في آذانهم وقت الأذان، وإنما يسبلون أيديهم، كذلك لا يلتفتون في الحيعلتين بعلة أن هذين الأمرين كانا لمصلحة وقتية وقد زالت، كانا لمصلحة وقتية وقد زالت مع وجود المكبرات الآن، بل المصلحة في عدم الالتفات أمام المكبر حتى لا ينخفض صوت المؤذن، فما تعليقكم على ما ذكروا؟ هذه فلسفة من عندهم ما عليها دليل، والأحاديث عامة، والأحاديث عامة وباقية ولله الحمد، فيفعل هذه السنن ولا يتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه كان يلبس إلى قريب الكعبين وينهى عن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين في بلده، ويقول إنه شهرة الآن، فهل لنهيه هذا وجه مع ورود أن هذا الفعل من السنة؟ ورد عن بعض السلف أنه كان يلبس إلى قريب الكعبين وينهى عن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين في بلده. يا أخوان، قلنا لكم هذا قريب، قلنا كله سنة، من منتصف الساقين إلى الكعبين هذا كله سنة، وأن تتبع ما عليه أهل البلد والمجتمع ما داموا على السنة ولا تخالفهم ليحصل عندك شهرة
أو ربما يشكون فيك، لأن هذا صار علامة على ناس ما هم مرغوب فيهم الآن، أن تترك هذه الأمور، وكله سنة ولله الحمد، ما هو واجب. نعم، فأنت إذا جعلته فوق الكعب سنة، إذا جعلته إلى منتصف الساقين سنة، ولكن كما ذكرنا أن تتبع ما عليه المجتمع المسلم ما لم يخرج عن السنة. نعم، فإذا كان المجتمع يرفع عن الساقين هذا خلاف السنة، إذا كان المجتمع ينزل عن الكعبين هذا خلاف السنة، أما إذا كان بينهما فهذا كله سنة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلاد الإسلامية يؤمر المؤذن بأذان قد يكون فيه زيادة أو تكرار لبعض ألفاظ في الأذان لا أصل لها، سؤاله هل يستمر في هذه الوظيفة أو يتركها؟ لا يطيعهم في هذا، لا يطيعهم في البدعة، إذا ألزموا يترك الأذان ولا يلتزم بالبدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل يعم ذلك الأذان والإقامة؟ سبقها. نعم، يعم الأذان والإقامة إلا ما ورد الدليل في أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه يقول أقامها الله وأدامها، ما استثني فقط، والباقي يقول مثل ما يقول المؤذن والمقيم. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يدخل في ذلك الأذان الأول في يوم الجمعة؟ الأذان الأول في يوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وذلك لما كثر الناس في المدينة وانتشروا وتوسعت المدينة عند ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، والناس يلهون في شغلهم وبيعهم وشرائهم ومزارعهم، رأى عثمان أن يؤذن للجمعة لأجل أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة، لأنهم منشغلون بأعمالهم، وهو خليفة راشد رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، كما أن أذان الفجر الأول من أجل أن يستيقظ الناس ومن أجل أن يتهيأوا كذلك للجمعة، فهو سنة، سنة الخلفاء الراشدين، ومن ينكره فهو جاهل لا يعرف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب استقبال القبلة أثناء الأذان؟ ولكن المشكلة الآن أنهم يأخرون الأذان الأول، ولا يصير بين الأذانين إلا دقائق، هذا ما له فائدة، هذا ما له فائدة، لازم يسبق الأذان الأول يوم الجمعة، يسبق على الأقل نصف ساعة أو ساعة، أما أنه يقرن هذا بهذا هذا لا فائدة منه، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب استقبال القبلة أثناء الأذان؟ المؤذن يستقبل القبلة، المؤذن يستقبل القبلة، أما غير المؤذن فلا أدري، ما سمعت شيء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكثر من النوافل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر أكثر من 4 ركعات، فهل في ذلك محذور شرعي؟ لا، هذا طيب، إذا اشتغل بالصلاة هذا من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء، فإذا شغل الوقت بالصلاة إلى أن يحضر الإمام هذا شيء طيب. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس وخاصة بعض جيران المسجد يتأذون من مكبرات الصوت في الأذان، ويطلبون من المؤذن أن يخفض المكبرات، بل بعضهم قد اشتكى إلى الوزارة، سؤاله يقول هل إذا وافقتهم على خفض صوت المكبر هل هذا مخالف للسنة، مع العلم أن البعيدين عن المسجد يتضررون بفقد صوتي أثناء الأذان؟
الواجب الاعتدال، الواجب الاعتدال بهذا، لا ترفعه رفعا يؤذي من حول المسجد، ولا تخفضه خفضا لا يسمعه البعيدون، بل عليك بالاعتدال والتوسط في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت في شرحكم لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه لو كان المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، موجودا لجاز التبرك به، لأنه لامس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لامس جسد الرسول وقعد عليه، يدخل في تبرك بما مس الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد عليه، لكنه غير موجود. الحمد لله أنه غير موجود، وجد حصل فتنة وحصل. نعم. ويقول: حفظك الله، وهل يجوز بناء على ذلك التبرك بغار ثور وحراء قياسا على المنبر؟ نسأل الله العافية. لا، الرسول ما قصد غار ثور وغار حراء للعبادة، يعني ما شرع قصدهما ولا ذهب إليهما طلبا للأجر في ذهابه إليهما، إنما للحاجة فقط ذهب إليهما ليختفي فيهما عن المشركين. فلما أعز الله الإسلام ما حاجة، ما ذهب إليهما الرسول، ما ذهب إليهما بعد البعثة أبدا، لا ما ذهب إلى غار ثور بعد الهجرة، ما ذهب إلى غار ثور بعد البعثة، ما خرج، ما ذهب إلى غار حراء، لأن هذا وقت حاجة فقط، ولا هي غيران لا تنفع ولا تضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يثبت وجود آثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار حسية كما يزعم أنها موجودة في تركيا؟ يريدون دراهم، ذولا يبون دراهم ويزينون أشياء، يقولون هذه من آثار الرسول، هذا من شعر الرسول، وهذا من، يبون دراهم، ما هي موجودة، من قال أنها موجودة؟ نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين القول بأن هذا العمل غير مشروع وبين القول بأنه غير جائز؟ لا فرق بينهما، اللي يفعل غير المشروع يتعبد به، إذا كان يفعله للتعبد وهو غير مشروع فلا يجوز، هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في مجمع مع الرجال وأخرنا صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل، فهل نؤذن عندما نريد الصلاة أم أن وقت الأذان قد انتهى؟ إذا كنتم قريبين من المساجد يكفي أذان المساجد، وإذا كنتم بعيدين أو في بر ما في مانع تؤذنون، لأنه ما يغتر أحد حولك، ما عندكم أحد يغتر بالأذان، إنما الأذان لكم أنتم خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من جاء إلى مكة وكان بعيدا عن الحرم أنه لا يسن له التردد على المسجد الحرام، فهل ذلك يشمل التراويح في رمضان؟ لو كان يشمل التراويح، بل التراويح أشد، لأن الزحام فيها والضنك أشد، يصلي في مساجد مكة والحمد لله، كل حرم. نعم. ويقول حفظك الله، ويقول: وهل هذا، إذا كانت الفريضة، الرسول ما يذهب للفريضة المسجد الحرام، فكيف بالنافلة صلاة التراويح؟ نعم. ويقول حفظك الله، يقول: وهل هذا كان رأي للشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يصلي في مسجده ولا ينزل إلى الحرم إلا إذا كان عنده درس؟ هل هذا، نعم، هو كذلك، هو كذلك، مشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد والشيخ ابن إبراهيم، كل المشايخ إذا ذهبوا إلى مكة يصلون في المساجد القريبة منهم ولا يذهبون إلى المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في مدينة وأنا مسافر، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع
مع أني أسمع المؤذن يؤذن لكل صلاة؟ لا يا أخي، لا تترك الجماعة، تترك المسجد من أجل أن تقصر الصلاة، صل معهم وأتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وضع المصلي أمامه سترة ولكن بينه وبينها مسافة طويلة، مترين تقريبا، فهل يجوز أن أمر؟ حددوا بثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، فلا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع. نعم. فإذا بعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع ما صارت سترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط. الأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط، فيجعل في رمضان أذانين، أذان قبل الفجر وأذان مع الفجر، فهل لذلك وجه؟ هذا قصور. السنة أنه في كل السنة، السنة أنه في كل السنة، ما هو في رمضان خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأذان الأول في الفجر يقال بأنه مستحب أو أنه جائز؟ مستحب، ما يصير شيء مشروع إلا وهو مستحب أو واجب، ما يصير مباح فقط. لا، هي قال مباح، جائز يعني مباح؟ لا، هذا عبادة، هو مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة قصر الصلاة للمسافر في المدة؟ هل هي 4 أيام كما هو المذهب، أم 20 يوما لقصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المذهب يا أخي، قول الجمهور، جمهور أهل العلم على هذا، ما هو خاص بمذهب أحمد، الجمهور على هذا، لأن المدة التي نوى الرسول إقامتها قطعا هي 4 أيام قبل الحج، هذه الرسول نوى الإقامة قطعا، وكذلك في منى 3 أيام، وأما 15 يوم في مكة هذا ما نوى إقامة، إنما يتجهز لغزوة حنين، يجهز الغزو، يبي يخرج للعدو، ما نوى إقامة إلا بقدر الحاجة، متى ما انتهت سافر. وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما أو حولها ما نوى إقامة، إنما يترقب العدو، لأنه خرج غازيا الروم، يترقب العدو، هجوم العدو، ما نوى إقامة محددة. فالإقامة المحددة المؤكدة 4 أيام في الأبطح قبل الحج. نعم. والأصل عدم القصر، هذا هو العزيمة، أما القصر فهو رخصة، والرخصة تحدد بحدها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، سؤاله يقول ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، سؤاله: متى يسوي الصفوف الإمام؟ هذا إذا كانت الصفوف مستوية ولا حاجة إلى التأخر، أما إذا احتاج إلى التأخر تأخر، لكن هذا محمول على أن الصفوف مستوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يقومون ويتهيئون ويخرج الرسول على طول يصلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمؤذن بعد الأذان أن يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ يتابع نفسه. نعم، المؤذن يتابع نفسه، هذا لا مانع. طيب، يحصل على الأجر. نعم. يقول حفظك الله، يقول: لأنني قد أذنت وقلت الدعاء فأنكر علي أحد طلبة العلم وقال إن المؤذن لا يقوله. هذا من تخرصه، ولا هو بطالب علم، هذا ما هو بطالب علم، يقوله المؤذن ويقوله المستمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، يقول هل هو يدل على وجوب إجابة المؤذن؟ لا، يدل على الاستحباب،
يدل على الاستحباب، لأن هذا في باب الفضائل، في باب الفضائل، الفضائل مستحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهل يشرع رفع اليدين في هذا المكان؟ ما ورد هذا، يدعو بدون رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس لا يردد مع المؤذن أو مع المقيم إلا قوله في آخر الإقامة لا إله إلا الله، فتجد الكثير يقولها، فهل هذا عليه دليل؟ هذا نقص، هذا نقص. إذا كان يريد الأجر الكامل يتابع ألفاظ الأذان كلها، نعم، ولا يقتصر على بعضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا بدأت في استماع الأذان من نصفه، فإذا بدأت باستماع الأذان من نصفه فهل أقول ما فات؟ نعم، إذا أمكنك أن تقوله قل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قيل إن زيادة الصلاة خير من النوم جاءت في أذان بلال وهو الأذان الأول، ولم تجئ في أذان عبد الله بن أم مكتوم، فبناء على ذلك الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الثاني؟ نعم، في الأذان الثاني ليست في الأول، هذه اللفظة تقال في الأذان الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمؤذن أن يقدم الأذان قبل دخول الوقت بدقيقة أو بثلاث دقائق مثلا؟ لا، ما يجوز ولا بنصف دقيقة، ما يجوز إلا على دخول الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هل ورد هذا؟ يقال ما ورد، يقال ما ورد، يقول مثل ما يقول المؤذن، أبد ما يزيد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بعد الأذان في نهاية الدعاء إنك لا تخلف الميعاد؟ وردت في رواية، نعم، إذا قالها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت حديثا وهو من أذن 12 سنة دخل الجنة، يقول فهل هذا الحديث صحيح؟ والله ما رأيت وما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما السنة في صوم شهر الله المحرم، هل يصام كله؟ لا، ما يصام كله، يصام غالبه. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، لكن يصام غالب محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك تخصيص في الكلب الذي يقطع الصلاة في لونه، أو في الحمار مثلا في لونه؟ الأسود، الكلب الأسود البهيم، لأنه شيطان. نعم. يقول وما المراد بقطع المرأة للصلاة، هل معنى أنها تبطل؟ على قولين، قول أنها تبطل وقول أنها ينقص ثوابها. نعم. يقول وهل يخص ذلك بالمرأة الحائض أو جميع النساء؟ كل النساء. نعم. الطفل حفظك الله يقول هل يقطع الصلاة إذا مر بينه وبين السترة؟ الطفل غير مكلف، الطفل غير مكلف، فلا لا تأثير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإسبال من كبائر الذنوب؟ نعم، إسبال من الكبائر، لأن الله توعد عليه، توعد عليه ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا وعيد. ومن ضوابط الكبائر إذا جاء عليها وعيد، رتب عليها وعيد. نعم. يقول من أسبل وليس قصده الخيلاء فهل يكون فعله كبيرة؟ محرم، نعم، كبيرة، لكن إذا كان قصده الخيلاء فهو أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث عمر رضي الله عنه يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، هل يدل هذا على أن المؤذن لا يفصل بين التكبيرتين في الأذان؟ شو الدليل؟ كل كلمة مستقلة، ما تقرن مع الثانية، تصير كلمة واحدة إذا قلت.
وكل تكبيرة لفظة مستقلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في عدم الرد الدعاء بين الأذان والإقامة أن يكون الشخص داخل المسجد أثناء دعائه؟ لا، ما اشترط هذا، ما اشترط هذا. فإذا سمعت ولو أنك في بيتك أو في الطريق أو راكب السيارة أو دابة، كل سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في لفظ التثويب الصلاة خير من النوم، بماذا يجيب المؤذن؟ يقول مثل المؤذن، لعموم الحديث قولوا مثل ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن موجود في بعض التقاويم المدة بين الأذان والإقامة لكل صلاة، فهل يحق للمؤذن أن يقيم إذا انتهت هذه المدة وإذا لم يأتي الإمام؟ ما هي ملزمة، هذا جعلوه لأجل اجتماع الناس والرفق بالمأمومين. فلو أنهم اجتمعوا قبل 20 دقيقة أو ربع ساعة، إذا اجتمعوا قبل الحد صلّوا، لأن الملاحظ هو مصلحة المصلين. إذا اجتمعوا، وإذا تأخروا عن الحد أيضا يتأخروا لو زاد، على حسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن إمام مسجدنا لا يتقيد بالوقت ولا يأتي إلا بعد مرور ربع ساعة بعد الوقت، ونقع في حرج كثيرة، يقول: فما نصيحتكم لنا وله في ذلك؟ صحتنا تراجعون شؤون المساجد، يأخذون على يده، إما أن يلتزم وإما أن يؤخر ويؤتى بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أتيت والإمام يصلي صلاة الظهر، فهل يجوز لي إذا انتهيت من الصلاة أن أصلي السنة الراتبة القبلية التي فاتتني؟ لا بس، إذا صليتها طيب، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مسافر دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ولم يدرك معه لا الركعة الأولى ولا الثانية، فهل له أن يصلي ركعتين على أنها صلاة ظهر قصرا؟ نعم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التهنئة بالعام الجديد؟ لا، هذه بدعة. تهنئة بالعام الجديد بدعة، أو الأمر بالصيام أو بصدقة، أو كل هذا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يتعارض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند الكفار؟ بما؟ هل يتعارض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند الكفار؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلقها للمؤمنين في الأصل، فهي للمؤمنين، كيف تحرم عليهم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه كلما ينتهي عام تفتح صفحات لحساب العبد وحسناته؟ العام يا أخي ما هو معين، انتهاء عامك ما هو معين، تختلف الناس، هذا انتهى عامه اليوم، وإذا ينتهي عامه في يوم كذا، وإذا ينتهي ما هو العام، ما له حد معين بالنسبة لكل الناس، ولا هو يعني أنه كل ما يتم لك عام تجلس كل يوم، الواجب أنك تحاسب نفسك كل يوم، ما هو تأخر الحساب إلى آخر العام، وإن مت قبل آخر العام وعليك ذنوب، حاسب نفسك كل يوم وتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب التماس 10 مساكين في الإطعام في كفارة اليمين؟ هل يجب التماس 10 مساكين عند الإطعام في كفارة اليمين؟ لا بد من إطعام 10 مساكين، لأن الله نص على هذا، فلو أطعمت 9 ما أجزأت، يبقى عليك 1. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحرمت من الميقات بدون تعيين لبيك حجا عن فلان، ثم لما ذهبت إلى مكة ووصلت إليها عينت، فهل علي شيء؟ لا، النيابة عند الإحرام، النيابة عن أحد تنويها عند الإحرام، فإذا أحرمت ولم تنويها عن أحد صارت لك. نعم، فلا تصفها بعد ذلك لأحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رمى بعض الناس في هذه السنة الجمار قبل الزوال يوم التعجل، فلما أنكرنا عليهم زعموا بأن فضيلتكم قد أفتى بجواز ذلك في اليوم 12، فهل هذا صحيح؟ يجيب لي الفتوى هذه، جزاه الله خير، يجيبها لي، أنا ما أذكر هذا ولا أفتي بهذا، لكن إن كان صادق يجيب الفتوى. نعم. فضيلة الشيخ، يا أخوان، لا يجوز الكذب على الناس إذا ما أنت متأكد من الفتوى، فلا تنقلها عن أحد حتى تتأكد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عليه صوم يوم من رمضان. نعم. رجل عليه صوم يوم من رمضان قضاء، فصامه يوم عرفة، هل يحصل له أجر صيام عرفة وإجزاء قضاء رمضان؟ هذا عند الله عز وجل، لكن صيام يوم عرفة سنة والقضاء هذا واجب، إذا كان نواه عن عرفة ما يصير قضاء، إذا كان نواه قضاء ما يصير عن عرفة، يصير عما نواه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله، وكذلك قوله سبحانه: فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هاتان الآيتان من آيات الصفات؟ نعم، فثم وجه الله قيل معناه كما في الحديث: إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، وقيل المراد بوجه الله هنا الجهة، أي ثم الجهة التي شرع الله الصلاة إليها، فالوجه يطلق على الجهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مشينا من عرفة إلى مزدلفة بطريق المشاة، وتوقف السير تماما قبل بداية مزدلفة ب500 متر، فلم نستطع التحرك نهائيا حتى الساعة 2:30، ثم حدثت انفراجة، لكن خشينا أن نمشي باتجاه طريق المشاة لندخل مزدلفة، وذلك للزحام ومعنا نساء، فلم ندخلها حتى طلع الفجر، فماذا علينا تجاه ذلك؟ إذا كنتم عجزين ومعذورين ما في شيء، يسقط عنكم المبيت، لأنكم ما تركتموه كسلا أو إهمالا، إنما تركتموه لأجل الزحمة والمشقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المتمتع الذي يعتمر عن شخص